في بحث عن هيئة مكافحة الفساد في العالم ومعايير النزاهة والشفافية، ستجد أن في الدول التي تحترم القانون وتحترم التشريعات لا يوجد بها هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، لأن وجود مثل هذه الهيئة هو مؤشر حقيقي وواضح على أن القوانين مخترقة، وعلى أن القوانين غير مطبقة في التقاضي. هذا الأمر اللي يجعلك إلى أن تلجأ إلى هيئة بقانون خاص تبحث عن الخلل والاختراق لهذه القوانين. فإن كنا نتحدث عن سيادة القانون، أعتقد أن القوانين المشرعة والاتفاقيات التي وقعت من قبل الأردن مع هذا العالم كفيلة وكافية بأن تحقق درجة عالية من النزاهة والشفافية. وجود هيئة مكافحة الفساد هو أكبر دليل واعتراف من الدولة ومن الحكومات على أن القوانين مخترقة، وعلى أن في الدولة من هو فوق القانون ويسيطر على القانون، فوضعت هذه الهيئة لتكبح الجماح لا أن تطبق القانون على كل مفاصل الدولة وكل المؤسسات. إن كانت هناك رغبة جادة في الحديث مع هذا الرأي العام وتعديل مزاج الرأي العام إلى ثقة مع الحكومات، فليكن القانون مطبق ولا يميز بين وزير أو غفير، بين مواطن عادي ومواطن بدرجة غير عادي. أعتقد بأن الناس الآن بدرجة عالية من الوعي، لكن المشكلة بتوظيف هذا الوعي لتغيير قوانين. تأكيدا على اختراق القوانين، نحن الآن أمام قانون للجرائم الإلكترونية، قانون يطالب من الناس أن يلتزموا الصمت، أن تكبح جماحهم في الحديث. وبوادر هذا الأمر بدأت من كثير من الناس على أن الحديث في القضايا العامة أصبح أمر خطير. ما الفرق بين أن تعتقل شخص لحديث تحدثه في حفل شاي أو عشاء، وبين شخص يعبر عبر وسيلة مجانية اسمها السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي؟ وللأسف أن العالم الثالث غير الوظيفة الرئيسية لهذه المواقع، وهي مواقع تواصل اجتماعي بما يتعلق بحياة الناس العادية. أصبحنا نستخدم هذه الوسيلة لندافع عن وجودنا وندافع عن مستقبلنا. سبحان مغير الأحوال. الأهم أن نوظف وعي الناس بما يخدم مستقبلهم ويخدم أيامهم وحاضرهم. البحث عن المستقبل في قواميسنا أصبح أمر غير مجدي، فلنتحدث عن سنة سنتين، ماذا سنعمل وماذا سنفعل؟ أعتقد الأمر الذي يمس الجميع هو حق للجميع أن يناقشوا، وليس حق للسلطة أن تحدد شكل المناقشة وطريقتها. يجب على المسؤول أن يعرف على أن السلطة والمسؤولية متلازمتان، فإن لم ترغب بأن يتحدث عنك الرأي العام فلتقدم استقالتك، ولنقدم لك الاحترام والمحبة. دمتم بود، وحمى الله الأردن.